الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سأل، وباسمكم جميعا نرحب فيها بالأستاذ الدكتور كمال بوزيدي مجيبا عن أسئلة إخواني وأخواتي. فمرحبا شيخنا الفاضل، أهلا وسهلا بكم. وبكم أهلا أستاذ محمد، حياكم بارك الله. فيك. شرح ويغيب عنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبو عبد السلام الذي سيجري عملية جراحية، نسأل الله له إن شاء الله تمام العافية والشفاء، ونسأل الله تبارك وتعالى له شفاء لا يغادر سقما. شيخنا، يا دعوة رب. مباركة لشيخنا. آمين، أرفع عليه الضر إن شاء الله نعم. يا ربي، وأن يعافيه ويعافيه إن شاء الله، ولا يجعله كما قلت ولا يتركه له إن شاء سقما الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إذا فخالص الدعاء أيها الأحباب الكرام لشيخنا أبو عبد السلام. إذا نتلقى المكالمات ونستقبلها إن شاء الله بعد بيان موضوع هذا اللقاء على الرقم الهاتفي 021 39 42 42، 021 39 43 43. ولا يفوتني أن أنقل لكم تحيات الزملاء الذين يخدمونكم في هذا اللقاء. زينب في لغة الإشارة، الزميل أبو بكر عياطة ومن معه على عارضة الإخراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد الإيمان بالله تعالى إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، وكانت وصيته لأمته وآخر ما أوصى به الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولعظم قدرها وفضلها كان الله تبارك وتعالى يأمر صفوة خلقه من رسله وأنبيائه بإقامتها، فقال تبارك وتعالى عن إسحاق ويعقوب: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلون في قبورهم، كما ثبت عن موسى عليه السلام في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: رأيت أخي موسى في قبره قائم يصلي. أيها الأحباب الكرام، لعظم قدر الصلاة وأهميتها لنا وقفة فضيلة الدكتور كمال للكلام عن هذا الركن الركين وهذا الركن العظيم من أركان الدين الإسلامي. نعم. الذي يتهاون فيه كثير من الناس، والذي ربما إذا صلاها البعض لم يؤديها على الوجه الذي يطلب منا أن نؤدي هذه الصلاة وأن نعرف لها قدرها وفضلها وحقها. نعم دكتور. شكرا سيد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالفعل يعني الصلاة أولا فرضت في السماء، وهذا ما دل على هذه الصلاة من حيث العظم، إلا أنها أولا فرضت يعني في السماء، ولم تفرض أي فريضة من غير الصلاة في السماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم لما يذكر الصلاة دائما يعني يقرنها بالتوحيد، دائما يجي بعد التوحيد مباشرة. آمنوا وأقاموا يعني أقاموا الصلاة، طول توحيد توحيد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام نقيم الصلاة، توحيد. نفس الشيء بمعنى في كل يعني الأوامر بعد العقيدة يأتي العمل، أول عمل هي الصلاة. لذا قال العلماء: أعظم مأمور به بعد التوحيد إقام الصلاة. إقام الصلاة ما فيش أعظم منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح ولم يرخص لأي مخلوق في ترك الصلاة. صيام لك أن تتركه لعذر، سفر مرض لك الحق لأن عندك عذر، الزكاة ما فيش مال لا تزكي عندك عذر، حج ما فيش حج ما فيش مال ما فيش صحة ما فيش أمن لك العذر. أما الصلاة لا، الصلاة لا يعذر الإنسان مهما كانت حاله، مريضا صحيحا مسافرا مقيما مستلقيا على ظهره قائما يصلي وهو قائم جالسا على الكرسي، المهم لا يترك الصلاة مهما كانت حاله، حتى وإن كان يعني يصلي بعينه كما قلنا، يصلي غير فقط بعينه بالإشارة وبالخيال،
يتخيل أنه يصلي ولا يترك الصلاة حتى وإن لم يكن له تيمم، قال يسمى بمعنى فاقد الطهورين، ليس له ماء ولا تيمم. نعم. وبمعنى كذلك لازم يصليها. لازم يصلي، لأن علاقة السماء يعني علاقة الأرض بالسماء هي الصلاة. لابد القطع هذا ما فيش. وما أدراك ما الحروب، يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب والله أمرهم أن يصلي وهم يحاربون، يعني الأنفس على الأكتاف. أنفس على... نعم، تسقط في أي لحظة. في أي لحظة. نعم. ولكن لازم يصلي. لازم يصلي، ما فيش نعم. شيء آخر. سبحان فلذلك الله. الصلاة هي من أعظم الواجبات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات يعني بأركانها وشروطها يعني كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليها لا بأركان بشركة كان مع من؟ مع فرعون وهامان وأبي بن خالد، هذا بمعنى مع من؟ مع كبار الكفر، رؤوس يعني الكفر. هذا هم رؤوس الكفر، يعني ربي يحشر معهم، لما يصليش ربي يحشر معهم. ولما القرآن الكريم وفي رواية هذا الحديث فليس بينه وبين الله عهد شاء عذبه وشاء غفر له، نعم. يدخل في المشيئة. نعم. وزيد على ذلك أن قال الصلاة عماد الدين، فمن أقامها يعني حفظها وأقامها وأداها هذا في بمعنى فقد أدى ما عليه من أمور دينه، هذا بمعنى الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين، ومن أداها فقد أقام الدين بنى الدين، لأن أول بناء هي الصلاة. بمعنى دكتور إذا كان إنسان يؤدي بعض الفرائض يزكي والله يحج ولكن يضيع الصلاة، هذا مهدد إذا مات خصمه وهو تارك الصلاة. فيه آيتين، الآية الأولى سؤال الكفار أو سؤال أهل النار الذين هم معهم في النار، ما سلككم في سقر؟ أول جواب وش هو؟ لم نكن من المصلين. نعم. أول جواب لم نكن من المصلين. فخلف من بعد آية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني سوف يعذبهم الله وتبقى المشيئة الإلهية. نعم. يعني قد توعدهم الله بالعذاب، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، هذا ترجع المشيئة الإلهية، لنتدخل في نعم. شؤون الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب المهم يستحقون العقاب. في إقامة الصلاة عدنا اثنين من الناس، من يتركها بالكلية وقد بينتم حاله، والإنسان يتهاون فيها. نعم. يصلي الوقت مع الوقت أو الأوقات كلها يجملها مع بعض أو يجمل الأيام مع بعض، أو أحيانا لا يصلي أسبوع عشرة أيام، أو يصلي للمناسبة لرمضان وغير ذلك، فإذا خرج رمضان ترك الصلاة، فهذا كيف يكون حاله دكتور؟ هذا كمان. الآية تجيبه فويل للمصلين هذا في الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا نشوف ما نتكلمش على هذا فقط، هو يصلي وإنما فقط يجملها، يعني يؤخر الصلاة الوقت إلى الوقت إلى الوقت الآخر، يعني بمعنى حتى الصبح يجيب واحتل في العشاء، يعني يوم كامل يصلي في هذا مصلي ويؤخرها عن خارج وقتها. شوف له الويل، وما أدرك من يتركها، يتهاون في تركها ثم يصلي ثم يترك ثم يصلي ثم يترك، هذا بمعنى أفرد أنه مات في تلك الفترة التي لم يكن يصلي، كيف يلقى ربه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد في قبره، أول ما يسأل عنه العبد وش هي الصلاة، فإن صلحت صلاته خلاص فهو لما قال كما قال صلى الله عليه وسلم فهو لما بعد ذلك أصلح. أصلح خلاص ما. إلى قبل لك ربي الصلاة خلاص يسمح لك في كل شيء، فهو أنت قابل أعمالك البقية، وإن كان فإن لم يقبل منك الصلاة خلاص ما أنت البقية هذه كلها موقفة كلها موقفة. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما فرض عليهن الصلاة جعلها يعني حتى لا ننسى الله سبحانه وتعالى على الأقل في هذه الأوقات الخمسة، خمس أوقات ندعم أنفسنا روحيا نفسيا، وندعم أنفسنا كذلك بهذا الوقاية من الشيطان بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات على الأقل، يعني نزود القلب، نزود الروح، نزودها بالإيمان، نزودها بعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، على الأقل دائما لا ننسى الله تعالى في هذه الخمس أوقات.
وجت متفرقة حتى نحيا من جديد، لأن ما بين وقت ووقت شوف يعني بمعنى فيه وقت يعني في ساعة يعني نعم. والإنسان يرتكب ويرتكب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل صلاتين، وش معنى ما بين الصلاة والصلاة كفارة لما بينهما، يعني ما بين كل صلاتين فيها كفارة. لا ارتكبت بعد الصبح أشياء سيئات وكذا، لما تصلي الظهر ربي يغفر لك كل ما سبق قبل الظهر، ثم بعد الظهر ترتكب سيئات لا تدري بعينك وتسمع أشياء غير صالحة، ثم يغفر لك في صلاة العصر، يغفر لك كل ما سبق قبل صلاة العصر، ثم ترتكب أشياء كذلك لما يأتي المغرب فيمحو الله سبحانه سيئاتك التي قد سبقت قبل المغرب، وهكذا. والعشاء نفس الشيء، ما بين المغرب والعشاء يغفر الله. شوف ولهذا النبي قال حتى الأجل الإنسان بين فرضين، فرض أداه وفرض ينتظره، ينتظره والأجل نعم. بينهما بينهما نعم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أرأيتم لو أن بباب أحدكم واد يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من دارنه من شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يعني يمحو يعني كل صلاة تمحي لك ما سبق من الخطايا. فلذلك كانت عزيزة وعظيمة ما دام أنها في كل وقت يمحو الله يعني لك من السيئات ويمحو عليه من كل ما ارتكبت من أخطاء، فهذه المفروض أنت تسعى إليها، أنت تنتظر، وانتظارك للصلاة صلاة. هذا يقول لكم ذلك من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شدوه شدوه، يعني بمعنى أن عليكم بهذه الأوقات التي تفيدكم وأيضا تعظم لكم قدركم عند ربكم بالمحافظة على الصلاة. فلهذا قالوا من كان يحافظ على النوافل قبل الصلاة يحافظ على الواجبات، من كان يحافظ على الرواتب بالضرورة يحافظ على الفرائض، ومن أهمل النوافل أو الرواتب يكاد يهمل الفرائض. فالإنسان لما يصليش نوافل، لما يدخل المسجد ما يصليش نوافل، يقول دائما عندي 4 ركعات قبل صلاة الصبح، صلاة العصر مثلا، بالضرورة صلاة العصر يحافظ عليها لأنه محافظ على ذلك النوافل قبل صلاة، إذن بالضرورة يحافظ على صلاة. وكذلك الظهر، يقول كان نصلي الراتبة تاع الظهر قبل الظهر، نصلي 4 ركعات ولا 2 ركعات، إذن بالضرورة راح يحافظ على الظهر. نعم. اما اذا كان ما يصليش، خلينا نقول لك نصلي الصلاه غير في وقتها برك، فاذا هذا يعني مهدد، ممكن انه يعني يترك هذاك الفرض في اي لحظه، لانه يعني لم يكن محافظ على النوافل التي تسبق هذه الفريضه. فلهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يعني المحافظه على الصلاه، لان الصلاه لم يسمحها رب العالمين سبحانه ولا نبي صلى الله عليه وسلم ان يتركها في اي لحظه من حياته. نعم. ولذلك اول سؤال ما يقولوش ربي هل صدقت ولا ما صدقتش، ولا طاعت والديك ولا ما طاعت والديك، خلاص اول شيء جواز السفر تاعك باش تمر، اول مكتب تاع المحاسب باش تمر، يقولك الصلاه هل كنت تصلي ولا لا، يسال عنها وقت وقت يعني. وقت من الوقت. هل كنت تصلي؟ نعم. يقولون انظروا الى الملف هذا، هل الصلاه مقبوله؟ اذا كانت الصلاه مقبوله خلاص روح المكتب الاخر، فانت خلاص بمعنى يأتيك التسهيل من طرف رب العالمين لما بعد تلك الصلاة. الله نسأل أن يتقبل من أول سؤال عن الصلاة ويقضى بين العباد في الدماء. بالدماء. نعم. هذا هو. نعم. لذلك عبد الله بن مسعود قال لو أعلم أن الله قد تقبل من صلاتي، يعني في حياتي كلها 2 ركعة فأصبحت من المصلين، فقد نجوت. نعم. إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين. نعم. فلذلك إذا تقبل ربي يعني في حياتي كلها، قال حياتي كلها وما أدراك من عبد الله بن مسعود. للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكره يعني وعظم شأنه أمام الصحابة رضي الله عنهم كلهم، وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشره بالجنة عبد الله بن مسعود، ولهذا رغم ذلك وساقه أثقل في الميزان من جبل نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشره بالجنة في حياته، رغم ذلك قال لو أني أعلم أن الله قد تقبل مني فقط 2 ركعة من حياتي صلاتي فقد نجوت، فأصبحت من المصلين، ما دام أني من المصلين فقد نجوت. شوف يعني نعم. لأن قيمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا المحافظة على صلاتنا، فهي نور لنا في الأرض ونور لنا في السماء ونور لنا في قبورنا جميعا. بارك الله فيك دكتور كمال. ومعنا اتصال من ولاية المدية، نبدأ مع الأخت أحلام من هناك. السلام عليكم ورحمة الله.
أحلام من مدية. نعم خويا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يسلمك خويا، حبيت ان نتفضل للشيخ بواحد السؤال شوية خاص. نعم عندي بابا ويما نعم دخلوا في شجار كيما نقولوا عنيف، ماشي شجار سلمي، ايه احدث فيه طلاق. كان من الاول طلق، كان من الاول طلقها خطره وفتح عليها ورجعها، وكان اسمحي لي خطره ثانيه. احلام، وش وقع في هذا الطلاق؟ قال لها راكي طالق هكذا؟ لا مش الخطره الاولى، كامل لا لا لا، في طلقها الشجرة. مره قالها راكي طالق. خلينا مع الشجار ثم نسألك على الطلقات الأولى. في الشجار هي وش قال لها؟ طلقها زوج تطليقات المره اللي فاتت لما وحللها ورجع لما خطره. تخاصم معها، لما تخاصم، رجع تبعيني في السؤال الله يحفظك، لما تخاصم معها وش قال لها؟ قال لها راكي طالق؟ كي تخاصم معها قال لها راكي طالق بالثالث، راكي نعم طالق بالثالث، طالق بالثالث، وقال لها راني مثبت واش راني نقول. وكي زاد عيط خوها للاب تاعي قال له اختك راهي طالق. طيب دكا هذه الطلقات الاولين كيف وقعوا؟ قلتي اي انه مره طلقها ورجعها بالامام، اي زوج خطرات الولا رجعها بالامام. طلقها مرتين قبل. طيب اي وهذه الخطره السادسه حدث فيها كيما نقولوا شجار عنيف، كان يعني في حاله غضب. طيب الان، الان طلقها الوضعيه قال تاعهم لها كيف راكي راهم؟ طالق بالثالث، طالق. الآن وضعيتهم كيف راهم؟ راهم متفارقين؟ راهم متخاصمين؟ ايه شيخنا راها متفارقين، هي في دارهم ورا في داره. وش راه يقول؟ راه مطلق؟ ايه كي راه مطلق، بصح هو في الصميم تاعو راه حاب يرجعها. واللي طلق اللي فتح له الخطره الاولى والزوجه قال له بحثوا بينه الناطور تالو فيها، قال له ما ترجعش، أنا وهو ماشي. راه حابه ترجع، وحنا ماذا بينا ان شاء الله إن شاء الله فيها يكون امل. يسمع الشيخ إن شاء الله ويسمع الإجابة من الشيخ، صح الله يحفظك. بارك الله فيك. يعني أمل من أضرار. نعم أمل من أضرار. ألو نعم أمل، إذا تسمعيني تفضلي بالسؤال. نعم ألو نعم، يبدو أننا لا نتواصل جيدا مع أمال من أضرار. أمر إلى غيرها من ولاية سطيف. الأخت سهام. نعم ألو، السلام نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال برك. نسمع لسؤالك. قبل فترة عملت الحج الحمد لله، الله يتقبل منك. وبعد رجوعي شافتني صديقة لي في رؤيا، قلت لي أنك كنت تقولي باللي رسول عليه الصلاة والسلام جاوب وبشرني بالجنة. الرؤية ما ظهرش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا لي ولا لها، هي برك في المنام قالت لي كنت توزعي حلويات على الزملاء إلى آخره. قالت لي كي سألتك عليها راكي توزعي قلت لي بالليها وسبب أنه جاني الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي راكي مبشرة بالجنة. اسكو الرؤية هذه احتمال ثبوتها، أو اللي يسمع للرسول عليه الصلاة والسلام مثل اللي يراه أو لا؟ إن شاء الله تكون رؤية خير. وإحنا دائما نقول للمشاهدين الكرام أن برنامج الرسائل لا يتخصص في تعبير الرؤى، لأن هذا التعبير لابد له من أناس متمكنين و يعني لهم اطلاع وباع في موضوع تعبير الرؤى. أختي سهام، ولكن إن شاء الله تكون رؤية خير، إن شاء الله رؤية خير، وينالك الله تعالى ويصيبك من هذا الخير إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عفوا. عثمان من ولاية المدية. عثمان. نعم أخ عثمان تفضل. شيخ بغيت نسأل فيك يا شيخ. مرحبا تفضل. أنا عندي خويا دخل عسكري. نعم وسمى الوقت اللي جاي يدخل كي دخل هو سما بابا بغى يدخلو سما هضر مع واحد السيد تما، هيا كي دخل هو ايام بعد موراها بابا شغل عطى السيد هذاك عطى له دراهم شغل لك حتى كي دخل خويا وكاع ايام موراها عطى له دراهم.
عطالو شغل كي عطالو دراهم بعد موراها انا خويا كي دخل وطول له كاع يبغى شغل مشوش، قال لك انا شغل بابا كيما الدراهم لهذاك السيد شغل كي دخلو شغل رشوه ومانيش عارف، انا شغل قعدت فيها توشويش. وهذا ينتمي للجيش ولا من كيف يعني؟ لا شغل ينتمي دخل نورمال عادي دخل كيما نقولوا قاجع عنده بزاف. لا الانسان اللي تلقى المال يعني انسان الوسيط. ما ينتمي هو بصح ما نورمال ينتمي يعني هي ينتمي للجيش. طيب واضح ان شاء الله. يا بارك الله فيك. شكرا. ام ملك من بومرداس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فيما يخص الصلاة، السؤال الأول نعم. عندي البنت في عمرها 11 سنة، يعني طبت في بيت يعني عبادة والحمد لله. هذه بنتك؟ نعم نعم. وصلت في بعض الصين، كانت صلبي وكان منا، وصلت في 11 سنة يعني ولينا أمرها الصلاة يعني بسيف، صلي نوضي تصلي ما صلي شيء بكم 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 ما يخلصنا بعد أخي بالضبط باش تصلي، هل ذلك يجوز؟ ومن بعد كي تنوض تصلي تنوض تصلي مضروبة تتوضى صح ما تصلي ركعات ما مضروبين، يعني هل نقسمو حنايا؟ وراي تبطلها احيانا يعني احيانا تنقطع الصلاة ولا تتهاون فيها؟ تنقطع تنقطع كي وصلت 11 سنة ولات شغل ما تحب تصلي، انا البنات اللي يقعوا معايا ما يصلوش وصلت هذه كرهتوها لي صلي 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 ولا تقول كرهتوا لي صلاة هذه. فهمتني يعني؟ مفهوم مفهوم نعم واضح ان شاء الله. وبرك الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وضربوهم وضربوهم في عشر، هذا يقصد هنا الضرب ضرب هل ضرب المبرح ولا ضرب خفيف ولا، وهل الدعاء هذاك اللي قالوا سيدنا ابراهيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما معناه واصطبر عليها؟ نصبروا عليهم معليش نقول نوضوا نصلوا بعد ما ينوضوش نصبروا عليهم نصبروا عليهم حتى الله يهديهم، ولا لازم احنا دائما نقول نوضوا صلوا نوضوا صلوا نوضوا صلوا؟ واضح ان شاء الله. الله يجعلها من مقيمات لهذا الفرض العظيم الصلاة. بارك الله فيك. أم سمية من وهران ونجيب إن شاء الله. أم سمية مرحبا. تحية عطية الأخ محمد وكذلك تحية للدكتور. أنا فقط أنا من المتتبعات الوفيات لهذا البرنامج. مرحبا بك أهلا وسهلا بك. فقط لأدعو للشيخ أبو عبد السلام بالشفاء العاجل إن شاء الله، فأنا أحبه كثيرا في الله وأتمنى من كل المستمعين والمتفرجين أن يدعوا له وشكرا إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله أرده الله سالما معافى. بارك الله فيك أم سمية وجزاك الله كل خير، شكرا جزيلا. إذا نبدأ على بركة الله شيخنا كمال مع المتصلة أحلام من مدية. أحلام طرحتنا مشكلة الوالد والوالدة، المشكلة اللي فيها طلاق وفيها طلقات من قبل وغير ذلك، الآن هو قاتلك يريد إرجاع، واش راك تشوف الشيخ في هذه القضية؟ الشيخ محمد الآن احنا ما نعرفوش حول كيف تم هذا الطلاق، احنا الأفضل هو تمشي إلى المجلس العلمي تاعهم تاع مدية أحسن يفتوا لها فيها. الإمام اللي كان حاضر في الطلقات الأولين قالوا ما تقدرش ترجع الآن. ناشد كيفاه؟ نعم. ماناش عارفين احنا كيف الحكاية، ما نعم. عرفناش. فهما أولى يعني لو تروح للمجلس العلمي تاعهم يفتوا لها تحكي لهم حياة يعني طريقة كيف اهتمت كذا وكذا، هنصح لأن شوف أخوي محمد. نعم. لابد أن نفرق بين ثلاث أمور. دائما حتى يعني الطلبة والمشايخ اللي يشوفونا دائما نفرقوا. نحن لما نفتي ما نقراوش الكتب، نشوف واش كاين في الكتاب هذاك شو يقول، الكتاب هذاك حرام هذاك مطلق وكذا وكذا. المفتي هو الذي يجد المخارج للناس، يسلك الناس ماشي بمعنى يجي يقول لهم واش كاين، لان الانسان هذا قد وقع خلاص وقع في محظور هاو دار شي. الان لازم نسلكو، كيف نسلكو؟ طبيب لما يجي المريض ما يقولوش انت واش داك علاش تقول ولا واش بيك المريض وانت علاش راك مريض، هاي خلاص نشوف له الدواء ما يقعدش يحاسب فيه. لما يبرأ
هنالك يلوموا ولا شو ما زيدش توقع في مثل ما وقعتك، شفت وين كنت قريب متى كذا كذا، وشوف الدواء الحمد لله عطيتك وربي شافاك الحمد لله، ولكن ما زيدش او الدواء يعطيه الدواء، كذلك حنا المفتي هو يعطيه الدواء، موش بمعنى يعطي له الحكم اللي يعرفه هو، يعطيه الدواء سلكوا في الواقع اللي راهو فيها، شوف له مخرج باش الاسره هذه ما تنفكش، باش ولاده يقعدوا محافظين وهذه العائله تقعد متماسكه وتقعد دائما، فهمت؟ طيب دكتور، بعض الناس يغلق المخارج كلها، هذه وش نقول لك، هذا مثل هذاك الامام غلق له طور، يعني طور هذا لا مش هذا، هذا كما قال الامام ابن القيم والقرافي، قال الذي بمعنى يعكف على الكتب، يعكف على الكتب ما يعرفش الواقع تاعو، قال فقد ضل واضل، هذا بمعنى لا يصلح للفتوى، لا يصلح اطلاقا، لأن الفتوى تقتضي أن تكون مع قومك ومع عصرك، تغيرت الأعراف، تغيرت العادات، تغيرت عقليات نفوس الناس، تبدلت نفوس الناس، احنا نشوف كيفاه. أما الأحكام فهي واردة معروفة، ولكن الإنسان لما يقع كيف تفتيله. نفرض مثلا احنا عندنا في المذهب الرضاع المصة والمصتان تحرم، هكذا عندنا ولا لا؟ نعم. معروفة. حنا فلان وفلانة تزوج بمرأة رضعت معاه، ما عند مرأة رضعته، دوك لما يجي بعد الزواج عندهم أولاد يخبروهم عن طريق مجموعة تاع نساء ثقات وكذا، وما سمعوش بالعرس، وجاوا قالوا يا ودي يا فلان حنا نشهد أمام الله بأن فلانة رضعتكم في زوجة، راكو خاوة عند ربي. دوك الان الانسان اللي يقرا دوك يجي هو الحكم، واش هو الحكم؟ هو عايشين في الحرام، لان المصة والمصة تحرم، قولوا بان فلانة رضعتك مرة واحدة، لان يماك غابت وانت قعدت عندها خلتك عندها، وهي كانت عندها والولاد رضعتك مرة باش تسكت انت، رضعتك وشربت الحليب تاعها. دوك لو ناخذوا بهذا رانا العائلة هذيك فضيناها، يعني العائلة هذيك رانا فصلنا بيناتهم، الاولاد مساكن هذوك بعد نعاودوا نقولوا هل ينسبون اليه ولا لا؟ وحنا نعرفوا بان ينسب، لان العقد كان صحيحا في بدايه الامر، لان عن جهل الزوجين مش عارفين مساكن اللي تراضعوا بينهم، حتى بعد الزواج باش جاوا قالوا راكم متراضعين. هل الان اولاد هذو ينسبون؟ حنا نقولوا ينسبون نعم، ولكن الان حوسوا على المخرج. انا عرفنا بان المذهب يحرم المصار المصار، ولكن هل نبطلوهم نفرقوهم بين المذهب تاعنا ولا نعطيهم الحل اخر اللي هو ناخذ باقوال الذين هذا، وناخذ باقوال الذين قالوا ان خمس رضاعات مثبتات مشبعات هي اللي تحرم. تحرم. فحتى لا نفرق هذه الاسره نفتونهم بهذه الفتوى، هذا هو الفتوى. نشوف لهم المخرج تاعهم، هذا هو المخرج، نقول لهم لا ما تفرقوش، راكوا عيشوا وراهي حياتكم صحيحه وزواجكم هو صحيح بناء على هذه الاقوال جمهور العلماء اللي قالوا بأن لا يحرموا إلا خمس رضاعات. أما لو ناخذوا بالأول مباشرة نفرقهم طول بلا طلاق بلا والو، يفسخ، لأن راهم عايشين في الحرام يفسخ. ولما يروح عند الإمام اللي عنده هذا يقول له خلاص أنت عايش في الحرام. إذا نقولوا لا لا مش هكذا. إحنا الإنسان المفتي أن يجد مخرجا لمثل هؤلاء الأفراد، باش ما يطلقش وما يخليش الأسرة هذه تنفك، والولاد مساكن هذوك يعودوا ضحايا، وين يروحوا؟ وهذيك المرأة تولي لوالديها ممكن ما يقبلولهاش ولادها، يقول أعطي لولادك رواحي أنت، مرحبا بك بنتي، ولكن ولاده خليهم له، كيفاش دير؟ أنا فرقنا الآن فرقنا بين أسرة خلاص فضيناها، ولنا بمعنى هذوك الأولاد ضحايا كيف يتربوا، كيف هي بالك لعلها تعاود الزواج، كيف يقابلهم هذاك الراجل الجديد هو يعاود الزواج بعد، حتى لو كانوا معاه كيف تقابلهم هذيك المراه الجديده؟ شوفوا واش درنا. وهي في المساله اجتهاد، فيها فسحه، فيها ساعه كما قالوا العلماء الاوائل السلف، هذه فيها ساعه، ما دام فيها ساعه والمساله عندي فيها حرج، ولو بمعنى اني ناخذ بهذا القول نوقع في حرج اكثر منه، فنقول لا. في هذه الحالة ناخذ بقول الذين قالوا بأنه لا يحرم ولا يعني يفسخ هذا الزواج هذا إلا بعد التثبت بأن فعلا رضعتها خمس رضعات مع هذا
مع عدد الشهود الثقات اللي بمعنى شهدوا انها رضعتها، باش حتى نوقع وحتى نقول نثبت ونبقي هذا الزواج في الاستمراريه. هذا هو المفتي، هذا هو المفتي دائما تسيب الفتاوى مخالفه دائما احيانا في الاحكام، تسيب الحكم يعرفوا كذا، ولكن لما تروح تشوف الفتوى تشوفها من زي اخر. على لان اشخاص ناس حصلوا تخرجوا من الحصله، ماشي تقول له انت تحكي له هذاك اللي يعرف هو الحصله، هذا دار الحرام، خرجوا من الحرام، ماشي تقول له كعيش في الحرام، خرجوا منه. نعم. اما اذا كان انت هو تقول له حرام وكعيش في الحرام، يجي يكمل خلاص، باسكو انت وقعت في الحرام كنت غير يزيد يكمل، لا. لازم انت تعرف تشوف طريقه كيف تنجيه وتنقذه من هذاك الموقف. وتنقذه من هذاك الموقف وتعطي له الفتوى المناسبه على بمعنى باش تخرجوا من هذيك المشكله، وربي ان شاء الله يعني كذلك يفك انت اسرك بما انك فكيته هو، ربي كذلك يفك لك اسرك. هذا هو المفتي لله. كان بمعنى شوف كان عندنا الشيخ محمد شرف رحمه الله عليه رحمه الله، ونعرفه يعني مالك مقطر كما نقول احنا تاعنا من كبار العلماء المالكيه وكبار العلماء في القطر كل في الجزائر. لما يعني كان الشيخ تاعنا رحمه الله عليه يفتي بالمذهب بالطلاق الثالث، طلاق ثلاث يقع هنا ثلاث ما كان حتى كلام واحد اخر، ثلاث خلاص فرقوا بينكم. نعم. روحوا شوفوا. ف يعني شوف مشينا عند راح الشيخ مشى عند قلت له راح شفى الشيخ محمد شرف، قالوا لا، قالوا ما تفتيلوش بهذيك الفتوى، قالوا افتيلوا بانه عند الطلاق يساوي واحد فيها طلاق رجعي، حاول تفتحوا خلاص في طلاق ثلاث في مجلس واحد، في مجلس واحد. نعم. مشينا له على الوحده تاع الصباح، مسكين هذاك السيد هذا، رحنا له على الوحده تاع الصباح باش الشيخ يبشره، قال يا ودي فلان هذيك الفتوى اللي قلتها لك يا ودي انساها، عاود جيب الفاتن، جيب الامام ولا تحب تجيبها نتاو ونديروا فاتحه نديرها لك، ولا شوف امام يعاود يفتح لك وخلاص، عاود رجع مرتك. ها وصل لكم شي عاود عطاه الامن، شوف ذاك الامن، هذا هو الامن. يعني الانسان المفتي، هذا هو المفتي، انه يخرج السيد هذاك اللي كان في ازمه وقع في ازمه، خرجته من هذاك المشكله هذه، وعطيت له امن اخر، وهو عاش حياه مسكين حياه جديده. ولكن هناك بعد ما تعطي له ذاك الحل ويفتح يعقد، هنالك اعطي له التوجيه، قول له ما تزيدش تعاود شوف فكر في ولادك، شوف يعني واش درت في الحصه الاولى، شتاكشيت عاش تحوس على الايماء، عاش تحوس كذا، عاش يحوس لك على المخرج، حرام عليك ما توقعش نفسك في هذا المثال. هنا توبخوا، هنا توجهوا، نعم بعد ما تحلوا المشكل هنالك توجهوا تقول ما تزيدش تولي هذا المحمر ديك، ما تزيدش تولي مثل هذه الامور هذه، شوف لفظ اخر، اخرج يعني شوف تصرف تصرف اخر، وما توقعش، لان فكر في ولادك لما توقع شوف ماذا سيحدث، فكر قبل ما تقولها، فكر ولادك وين راهم رايحين، شكون وين يعيشوا، مرتك وين رايحه، وانت من بعد كيف تعيش، كيف وينك رايح، فكر. فلهذا تمسك احيانا تصبر، لا غالب تصبر رغما عنك باش الاولاد هذو يعيشوا حياه سعيده، حيث في تحت يعني كما نقولوا السقف تاع والديهم، لما والديهم يكونوا مجمعين الاولاد يكونوا مطمئنين، مجمولين وفرحانين الاولاد يكونوا فرحانين. نعم. ايه فلهذا احنا ندعو يعني من خلال المنبر هذا يعني اصحاب ونرسلوها نقولوا المجلس العلمي تاع عمدية، لما يجوا يفتوا يشوفوا الناس مخارج، ما يعطوهمش الاحكام، يشوفوا لهم المخارج باش ينقذوا، نعطيهم مخرج مثلا في مثل هذا، نحكموا اذا كان خاصة اولاد كبار وعنده اولاد وباغين كما نقولوا، وندم سيد ندم وكان في غضب شديد وندم حتى وان كانت له نية، نحكموا له بالشهادة، قال هل شهدت انت على الطلاق تاعك في الاول؟ قال لا. هل شهدت في الطلاق الثاني؟ قال لا. والثالث؟ قال نعم. قال خلاص عندك الاخر هذا انت كنت ناوي وقدام الشهود، هذا نحسبوا لك واحد، والاول والثاني ما عندكش، ما دام ما شهدتش ما نحسبوا لكش، الثاني ما نحسبوا لكش، الاخر شهد نسيبه، هذا هو جاب الطلاق، مانيش عارف قدام الناس مانيش عارف واش قال. نعم. المهم الا دار شهود راه محسوبه، والاول لا ما دارش والثاني ما دار، نقول له ناخذ لك بهذا القول هذا، ونقول له قوي، ماشي كان سهل قوي، او حوالي سته طلاق من الاشهاد، ايه سته من الصحابه رضي الله عنهم وكبار التابعين مجموعه كبيره بما فيهم المالكيه، بما قالوا بالاشهاد، قالوا بالاشهاد، احنا نقولوا له بهذا اولا لان هذا لو وقع مسكين خلاص راح يتفرق من العائله، راح يتفرق. يعني ما هي الكلمه نقولوها الناس اللي راهم يكثروا من الطلاق؟
الذين يتعدون حدود الله. هذا يمكن معنى قبل الوقوع. نعم. نخوفهم نقول لا يا جماعه راي كلمه الطلاق هذه راي كما قال بمعنى كثير من الناس لا يدرون يعني ربي ما يحبهاش. ربي سبحانه وتعالى هذا هذا يفرح ابليس. ابليس يفرح لما انسان يتلفظ بالطلاق ويفرق ما بينه وبين زوجته. هذا يفرق هذا نعم فرحان لهذه التفرقه ويزيد ابليس الكبير يعطي له كما يقولوا رتبه يعني يزيد يعني يعليه في الرتبه ما دام فرق ما بين الزوج والزوجه هذه يقولوا انت 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 احسن جندي عندي انت هو عندك نطراك جنرال بعد ما كنت كورونا نطراك جنرال انت صح فرقت ما بين الزوج والزوجه. فنحن نقولوا جماعه الكلام هذا تاع الطلاق حاولوا كيفاه ما تترفضوش. حافظوا على اولادكم قبل ما تنطقها حافظ على ولدك ماشي فقط راك تسمع وتقول كما تعاند الناس هم يقولوا كذا ولا لا 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 قول كلمه واحده اخرى قول الله يهديك ولا روحي خليني ولا شغل اعطيها بكلام اللي فيه تاويلات ما تجيبهاش بالطلاق اعطي كلام اخر كلام اخر لبل على ربي سبحانه وتعالى لان الانسان كي يكون في هذيك الحاله تاع غضب يعني يعود يتكلم يعني كلام كثير. فلهذا نقول يا ودي نعم. حذروا انفسكم نعم وحرصوا على هذه الكلمه هذه بارك الله فيك لان ربي ان شاء الله يعني باش يجمع شملكم إن شاء الله. ربي يحافظ على الاسر الجزائريه بارك الله فيك دكتور. يرفع على مسامعنا الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر العاصمه وما جاورها من مدن. نسمع ونردد سويا مع صوت المؤذن. حان موعد اذان صلاه المغرب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نواصل في الإجابة عن الأسئلة دكتور كمال و نجيب الأخت سائلة سهام من سطيف. سهام إن شاء الله هذه الرؤية التي رأتها إن شاء الله هذه خير خير إن شاء الله إن شاء الله بمعنى هي واضحة معالم الخير فيها معالم يعني. الخير إن شاء الله نتمنى يكون فيها بشرة شافت النبي صلى الله عليه وسلم بشرة تقول هذه بشرة لك يعني بشرة على قبول الحج اللي درتيه هذا علامة على القبول نقول إن شاء الله أبشري وما تحوشيش على التعبير خليها هكا خليها أوليها للخير وخليها وربي إن شاء الله يجيبها إن شاء الله. عثمان ممدي عثمان سأل عن هذا الموضوع المال الذي أعطي أو الذي أعطاه الوالد لهذا الشخص من أجل أن يدخل الابن إلى
للعمل في القطاع العسكري. فهنا احنا نقول اذا احنا دائما نقول بما الانسان اذا مد مال لياخذ حق الغير هذا مما لا يجوز. اما اذا كان بمعنى هذا سعاله وبابا حب لان ما نفرنش لا شرط له من الاول ما شرطلوش سعاله حب به يكرمه هل مادام وليدي يدخل الاخر بارك الله فيك وحق السعي تاعك اعطى له كما نقولوا شكون منحه من عنده ولا هديه من عنده ولا هذا ما فيش مشكل. طيب في هذه كاين شخصين يكون انسان من الاداره في ذاتها هو يسعى ليدخل الانسان او يكون انسان من خارج يعني ما هو ما عندوش انتماء لتلك الاداره او تلك المصلحه فهل يكونون فرق نفس الشيء؟ فرق نعم اللي خارج هذا يبذل جهده يبذل جهد ويسعى ويسعى هذا من حقه حتى يشرط جانا دخلت جعاله مكلف يعني التعب حق التعب تاخذه. الثاني لا يجوز له ان يشترط لان عنده النفوذ يقدر بمعنى وانما هذاك لما دخله هذاك حبي يكرمه رغم ذلك يعني بمعنى ان هذاك التكريم هذا هو جايز حقه ولكن في الطول بمعنى على الطول يولي يعني الانسان هذاك يعود يطمع كل ما يعود يطمع ونقول في مشكل واحد اخر بعد ممكن حتى يطلب او ممكن بمعنى هذاك فلان اللي اعطاه كرمه كل ما يجي يقدم له خدمه يقول لك هذا هذوك خلي خلي اعطي هذاك ما كاش ما يكرمنا هذا خلي ندخل يعني نشوف نولوا بعد على في المو في يعني في المستقبل نقولوا هذاك دخلناه في يعني في الطمع وهذا كما يقولوا الطمع يعني يفسد هذا الانسان يولي يفسد يولي يفسد بهالطريقه. احيانا هذه الناس يعني المتعاملين مع هذه الاداره هم اللي يفسدوا الاداره نعم هم اللي يفسدوهم. شوف فقط في القهوه كيجي بمعنى هذاك الذي يقدم لك القهوه ولا حاجه كتعطيه دائما مصروف زايد لما يشوفك يخلي كاع الناس تلول يجي عندك. نعم شوف بمعنى لما انت شوف نعم. كيف رديته يستفيد مزيه يعني هذا هو مزيه فلذلك احنا نقولوا لا نقولوا لا هذا هو الاصل فيها الجواز ولكن في المستقبل ولا في مشكل واحد اخر. نعم لهذا احنا نقولوا انسان اللي يكون يعني في اداره ولا شيء احسن له انه يكرم ويقدم خدمه ويعني يعطي هذا يعني يتعفف عن تقديم هذه الخدمه هذه بدون مقابل يخليها لله سبحانه وربي ان شاء الله اجره هذا احسن شيء. نعم اذا لا شيء عليه هذا الابن هذا ما عنده حتى شيء هذا لا دخل له في المساله نعم دخل في الوسواس وشيء من هذا لا ما دخل ما عندوش دخل. طيب ام ملك من بومرداس شيخ عن بنتها 11 سنه وقالت في صغرها كانت تصلي ولكن الان اصبحت تتهاون الى حد الترك واصبحت تقارن نفسها بزميلاتها وصديقاتها قالت هن لا يصلون وكذا يعني اصبح الامر مستعصيا في امرها بالصلاه شوف او حملها على الصلاه. هذه المخالطه والاصدقاء اصدقاء السوء هذو من بين اصدقاء السوء لما يقولوا الصاحب ساحب صاحب يسحب نعم فاذا يعني اذا لو الابن راه يصلي يخالطهم يفسد بالضبط. فلهذا يعني الانسان المحيط دائما المحيط رفقاء هذو كما قال يعني مثل الجالس من يخالط الجالس الصالح كمثل البائع شنو؟ بائع الريحه ولا لا؟ بائع المسك الريحه فان لم يعطيك منها من قوه اللي يجبد ويشوف هكذا تاخذ هذيك الريحه الطيبه تقيسك هذيك الريحه الطيبه. اما لو انسان يدخل انسان حداد ولا حاجه ان لم يحرقه او الدخان هذاك يقيسوه ياخذ منه هذاك الغبار تاع الدخان وكذا يخرج منه ماهوش يعني ماهوش ما عندوش رائحه طيبه. فلهذا هذا هو الرفيق السوء والرفيق الصالح. الرفيق الصالح اللي يكون يصلي ويكون يعني مربي فهذاك الصاحب يعني يستفاد منه ممكن ياثر فيه ويولي كما هو يعاود يعني يصلي ويولي لاباس به. اما لو كان هو لاباس به وهذوك اصحاب سوء مره ما يتغلبش عليهم مره ثانيه ثالثه بعد دائما معاهم حتى ياثروا فيه الى اثروا فيه ولي ترك الصلاه يعود يلعب معهم وكذا وكذا حتى يخلي حتى الصلاه تتهاون عليها لان هذوك ما يصلوش لا يبالون بالصلاه فحتى هو يعود لا يبالي بالصلاه. وزيد على ذلك الانسان لما يعني يريد ان يعلم ابنائه الصلاه لازم يحببها لهم لا يكرههم عليها لان لما تكرههم عليها لما تجي المناسبه تعثرك يهرب يتركها. لما انت تكرهه عليها يعني نعم. فقط لما خوفا غير يشوفك يصلي فلما ما يشوفكش ما يصليش. فنحن لذلك احنا نحبه
صارت هذه للناس يعني اولادنا خاصه. نشوف الانسان اللي يصلي ربي شحال يحبوه واش يعطي له واش يدير له، وحنا كذلك نحبوه ونفتخروا بكم. عاد عنده شغل هذاك زعما الدخل نتاع عليه وكذا، غير كيما هاب ممكن بالضرب وممكن بالعقوبات وكذا وكذا، حتى يولي يقول لك يعني لما تشوف فرصه تاع ترك صلاه هذه يقول لك خلاص انا مليت، انا مليت نوض دير كذا دير كذا. لا احنا ما دام نحبوا الناس صارت، نحبوا الدين هذا نحبوه للناس ونحبوا اولادنا صارت، نخليهم هما يقولوا ماما ودنا ودنا يصلوا. خلينا نشوف الفرق، الفرق بين انت تقول نوض صلي يروح يضربوا، وفرق هو يجي ينوض الام تاعه يقول لها نصلي ماما ودنا يا امي ودنا نروح نصلي ودنا قبل ما يفوتنا الحال. فرق بين الصغير لما يعني يامر هو الذي يامر ولا ينبه الام تاعو باش يروحوا يصلوا، وبين يعني هذاك حاب يهرب باش ما يصليش، لما تكون بالعصاب كذا وبالعقاب وكذا وكذا، حتى يعود يقول لك هذا الامر هذا لماذا نقوم به انا بالعنف؟ علاه بالعنف؟ ولذلك جابتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء يعني ان صلح احنا نشوفه هل يصلح هذا الضرب ولا ما يصلحش؟ هل يزيدوا؟ هل ينفعوا؟ ولا ما ينفعوش؟ إذا كان ينفع فقط بالتخويف يكفي، علاه نضربوا؟ ما نضربوش. إذا كان يعني ينفع بالعقوبة بمنعه ببعض الأشياء، يعني لا يخرج، لا نعطيه كذا، لا نشتري له كذا، نعاقبوه، قال أنت أنك لم تقدم لنا شيئا، لا صليت، لا قريت القرآن، احنا عملنا عقوبة، نعاقبوك ما كانش. ولكن بشرط تنفع. الى جاء هو بمعنى ان هو يزيد يتمرض اكثر يقول لك معليش ما نصليش ما تعطوني والو ما نسحقش حق ما درت والو عقوبه لك ما نفعتش. يجي نشوف اسلوب اخر، ما فيش مثل اسلوب الاحسان، اسلوب الكلام الطيب. قال يعني وليدي لا احنا رانا مصلين عيب علينا ما نصلوش، واش يعني ربي سبحانه وتعالى يقول لنا كيف يا عبادي انا خلقتكم ونحبكم وانتم قلت لكم صلوا واعطانا شوف يعطينا الماكله ويعطينا شوف الصحه والحمد لله ما نصلولوش. هذه فقط صلاه برك، قالنا صلوا لي ما نصلولوش، كيف عيب علينا وليدي ولا باش يدينا الجنه يوم القيامه كان باش نكونوا كيف كيف يعني بطرق ما الطرق، ويشروا له حويجات يقولوا شوف هذا فضل الله علينا وليدي، شوف هذه الحاجه جبتها لك وكذا هذا فضل الله. فانا بدلنا يعني نردوا له الخير ربي سبحانه نردوا له خيره فنعبدوه ونشكروه بهالطريقه وربي يصلح الحوار. قول ربي يصلح، ولكن نقول له روحي بالعقل ما تروحيش معاه بالعنف. طيب سالت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، هذا الضرب يعني كيف يكون وما هو التوجيه في هذا الحديث الشريف؟ نعم انا جاوبناها بس نعاودوا. نعم قلنا له بان هذا الضرب ان صلح، كما مثلا يعني اذا كان يصلح الضرب هذا تخاف هذه البنت هذا ولما يضربها ترجع خلاص ما فيش. اذا كان هذا هو ولا بد وهذا هو هذا هو الطريق والاسلم نمشوا معه. اما اذا كان هو يعني بعد الضرب ويقدم لك هذاك العامل فوق القلب وبعد ما تكونش في البيت ما يقومش بها، اذا ما درت حتى شيء. نعم. فاذا حنا نقولوا ان نفع الضرب هذا ان نفع. اما اذا ما كانش ينفع ما فيش مثل ما الكلام الطيب والاحسان اليه وحاول كيف تكلمه يعني بطريقة وتحبب له هذه الصلاة وتعرفوا واش معناتها هذه الصلاة يوم القيامة باش ربي يدينا الجنة، هاو كيفاه بنتي هاو كيفاه. وردي بالك كاين بعض الناس ما يصلوش هذوك يعني الانسان ربي سبحانه وتعالى ما يحبش اللي ما يصليش ما يحبوش. احنا لا ماذا بنا يحبنا ربي باش يدينا الجنة وهكذا ويتحبب لها وربي ان شاء الله يهدي لها بنتها ويهدي بناتنا ان شاء الله ولادنا ان شاء الله. طيب التوجيه في الامر القراني وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه الآية الكريمة. اصطبر بمعنى داوم على أن اصبر يعني اصبروا وصابروا. كاين الصبر والمصابرة والاستبارة، قال لك يعني اصطبر. بمعنى الديمومة، الدوام على هذه الطريقة على الأمر بالصلاة للأهل، حافظ على أهلك بالنسبة للصلاة، وحافظ على أولادك بالنسبة للصلاة، ولكن حافظ كذلك على الصلاة اصبر عليها، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إصباغ الوضوء على المكاره والخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة حتى تأتي وقت آخر صلاة آخر فذلك مرباط، يعني هذاك هو الحبل الله المتين. يعني الإنسان
لما يعني يصبر على هذيك الصلاة في البرد ويصبر عليها في الصبح باش ينوض مع حلاوة النوم وإلى غير ذلك، فهذا يعني الإنسان يصبر على ذاك القيام، يقوم ويستيقظ وراح يتوضا ويحافظ عليها، محافظ على الصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن. ولهذا نقول يعني إن شاء الله ربي يعني قدرنا ويرزقنا الصبر، لهذا ربي قال واستعينوا بالصبر والصلاة. بركت شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. معنا المتصلة فاطمة من البويرة. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا حبيت نسقسي شيخنا عن حكم الطلاق. تفضلي. عندي قصة هذه صارت لي ليا. كي كنت مخطوبة مع راجلي كنا دايرين الفاتحة، وبعد واحد النهار كشغل تعافرنا هكا كشغل طلقني قبل ما يدخل عليا، قبل ما نديروا العقد كنا فاتحين باك. هو كان شغل ناضي متعصب شويه، قالها لي في التليفون، قال لي راكي طالق تحرضوها من ذاك الصباح خلاص، شغل تصالحنا وطلب مني السماح وكلش. موراها بشهرين درنا عقد، ومن بعد موراها ثاني بشهرين واحد اخرين تزوجنا وخلاص. ما عنديش بزاف ملي سمعت هذه القصه قالوا لي بلي وكيل وقع صح الطلاق، صافي حبيت نستفسر اسكو صح وقع الطلاق ولا لا. يفهمك الشيخ ما هو الطلاق اللي قبل الدخول وما هو الطلاق اللي بعد الدخول، وهل يقع ولا لا؟ يعطيك الصحة شيخ. شكرا يا فاطمة. طيب أم عبدو من البليدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا عندي سؤال من ممكن؟ تفضلي نسمع لسؤالك. الأخ تعيش، أنا نحب نقرأ القرآن الكريم من المصحف، لكن أنا في الحقيقة إنسانة أمية عمري ما قرأت في حياتي، ولكن هكا ربي سبحانه فتح لي وليت نعرف نقرأ. ما عرفليش كيف حوليت نعرف نقرا نطق الحروف من السقا، المهم نعرف نقرا وشنو، ماشي بالاحكام ولا بالترتيل ما نعرفش. نعم. واسكو يجوز لي نقرا في المصحف ولا ما يجوزليش؟ هذا اللي نحوس نسال عليه. طيب. وما عنديش هكا زعما باش يقول لي زعما قراي في الدار ولا ماشي قراي برا ولا ما كاش كيفاه، باش انا متزوجه وزوج تاعي ما يحبش، ما عنديش هكا زعما أكثر في الدار مقرأ بيها ولا عكا. طيب واضح إن شاء الله. يعطيك الصحة خويا. شكرا. وبزاف بزاف بزاف من القناة تاعكم اللي وليت بزاف نحب القرآن ونعرف نقرأ. الحمد لله الحمد لله. ونشد المصحف ونقرأ ونتعلم منكم. ما شاء الله. والله يجزيكم كل خير عنا وانتم أنوار وبيوتنا. إن شاء الله. وأنوار الجاهلين كما يقولوا. ربي يزيدك وينفعك إن شاء الله، زادك الله من الحرص إن شاء الله. ربي يطول في عمركم. وهذه بشرى إن شاء الله. أن القناة تؤتي أكلها وثمراتها إن شاء الله. بارك الله فيك أم عبدو وأعانك الله على طاعته. طيب معنا المتصلة أم قصي ونجيب إن شاء الله. أم قصي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش نسقسيكم. نعم تفضلي. عندي الوالد تاعي مريض باراليزي حكمته لوطونسيون. إيه. وعندي يما مرا كثيرة شوية في عمرها 57 سنة. وين كي نروح للدار انا متزوجه وعندي ولادي، كي نروح للدار نغسل له ونواسيه نحي له فاطيه نواسيه، وقالوا لي كي توصلي له حرام. سقسيته قول لي اسكو حرام ولا الو. يعني ما تكشفيش على العوره تاع الوالد تاعك؟ لا لا ما نكشفوش، لا نعم. كي نروح هكا ندوش له ولا بصح هكا ما نكشفوش كاع من تحت انا. طيب واضح. الدواء هكا نحوس. لا لا واضح. اعطوني غير الاجابه انا. ربي يعينك ان شاء الله على بر هذا الوالد ان شاء الله. ان شاء الله. وقولي اذكر راني جايبه محسوب راني في الطريق الصحيحه ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله يجاوبك الشيخ بعد قليل. أيه شكرا ام قصي. منا ومنكم. طيب شيخنا الاخت سائله فاطمه من البويره. الان الطلاق لي قبل الدخول حكم هي الطلاق. الان هو الطلاق قبل الدخول، احنا طلاق بائن بيننا صغرى، يعاود عقد من جديد والحمد لله. انا قاعد ننتظر هل دخل بها قبل هذا يعني عاودوا العقد مادام قال درنا عقد بعد شهرين درنا عقد. العقد المدني. اي نعم يعتبر ينزل منزلة الفاتحه نفس الشيء، لان احنا الحمد لله راهو يديروها نعم. بطريقه شرعيه. زاد بعد الشهرين بعد العقد تم الدخول، يعني الحمد لله قد يعني كان الدخول هذا سليما، يعني الحمد لله نعم. زواج صحيح ما فيه حتى مشكل.
يعني الطلاق قبل الدخول يعني صعب شوية. صعب. نعم. يعتبر لازم يعاود الفتح. نعم. يطلق قبل الدخول يعاود. وجوبا يعاودها لأن هذا ما كانش كلام آخر. وهذا الآن يخلق لكم حرج. بالضبط. نعم. نعم. يعني ما يقدروش يعاودوا الفتحة. خاصة الناس مثلا اللي تم الدخول وما عاودوش العقد كيف نديروا. نعم. أنا لازم ها مثلا مثل هذا نحن نقراوه هكذا نشوفوا بأن فيها مشكل كبير. صافي كيف نروح نفرقوهم وكيف نعاودوه هنا نشوفوا المخرج نرجعوا الى المخارج لازم نصيبوا له كيف تم الطلاق هذاك باش نحكموا له الا ما طمش بالاشاده نحكموا له نقول له لم يقع لك الطلاق لانه ما طلقش بالاشاده والا نصبحوا بمعنى منكر اخر. نعم. نحن يعني نظلموا البنت هذيك نطلقوها نفرقنا بين عائلتين ولو في مشكل واحد اخر يعني حاجه يعني كبيره ضخمه. نعم. فلهذا دائما نحاولوا كيف نصلحوا ونصدروا الامور وربي ان شاء الله يوفقه. امين. أم عبد لها حب لقراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف تقرأ ولكن دون أحكام الترتيل وغير ذلك، وهذا الحب يعني من قناة القرآن الكريم الحمد التي لله. أعانتها الحمد على هذه العبادة العظيمة. هي ده فضل الله عليها جعلها سبب القناة هي كانت سببا في حبها للقرآن الكريم ولقراءتها القرآن الكريم هذا فضل الله عليها فنقول استمر في قراءتي ولو ما تعرفش الأحكام هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من يقرأ وهو أجران. عليه شق له أجر هذا أجر أجر القراءة هذه اللي تقرأها ولو مكسرة شوية وأجر النظر في القرآن لك تشوفي في القرآن والنظر في القرآن الكريم هي عبادة فلهذا عندك أجران استمر في القراءة ولو ما تعرفش الأحكام وربي يعلمك إن شاء الله ويعلمنا إن شاء الله الأحكام هذه ويقبل منا ومنك يا رب العالمين آمين إن شاء الله. طيب أم قصي تسأل لوالدها المريض والوالدة العاجزة عن القيام بزوجها فهي لما تزورهم تقوم على والدها وتقوم على شؤونه التي يحتاجها لأن بعض الناس يوسوسوا في هذا هو العجب. نعم. يعني العجب هذا الناس لي يعني يحبوا يحرموا الناس من الخير. نعم. هي راهي برا لوالدها والحمد لله يعني هي شفت انها لا تكشف عوراتها شفت كيف؟ نعم بارك الله. نعم. وراهي تدوش له وراهي تنقي له وراهي بمعنى تلبس له ودي له الرائحه باش تخليه بمعنى خاصنا جاوه ناس يزوروه. نعم. الحاجه يشوفوه بمعنى نظيف ويفرح مسكين هو لما يسمع روحه نظيف امام الناس يسمع روحه نظيف حتى امام زوجته حتى امام ولاده كي يجوا الاخرين يشوفوه نظيف وعنوا الرائحه الطيبه وكذا كذا تبارك الله يفرح مسكين يكون مرتاح ويدعي الى دعوه الخير. نقول لا نقول لها راهي عندك اجر عظيم ما دامك تخدمي الاب تاعك كملي خدمي هذا وكملي غسلي له وكملي كما نقول احنا داويه كما كنت تقول اعطي له الدواء اعطي له الدواء تاعك حرصي على باباك هو الجنه تاعك كملي هذا باش تدي دعوه الخير والدنيا انا مانيش عارف واش مخبيه توجدي ولادك كذا كيرفدوك توجدي ولادك يبروك كما كتبري الاب تاعك اللي يبر الوالدين تاعو يلقى ولادو يبروه اما اللي ما برش والديه راه ولادو ما يبروش معروفه قصة هذيك معروفة اللي معروف الإنسان اللي كان الذي لم يبر بوالده لما كان متزوجا حكم باباه الدهل كما نقولوا احنا تحت الأرض السفلي الأكاف كما نقولوا خلاه مسكين وبات تماتيك حشم منه وقعد مع مرته لبس عليها متنعمين وليده مسكين يشوف جده يديروا بتخبي الماكله يروح عنده يعطيها له يقول وليدي من جبتها وبك يزعف عليك بابا يقول لا جدي ما تخرج الكل ويجيب له غطاء وكذا يغطيه مسكين بتخبيه على باباه. لما كبر الولد والاب كبر ومات الجد الولد قال باباه يا بابا خذ بلاصه جدي وين كان جدي خذ بلاصته. هذاك الاب ما يعني كما نقول احنا الانسان هذاك لا طعن في هذا القرار ولا شكا فهم هو عرف بان ربي خلصوا بوليده ما دام كان عاقل الوالد تاعو او جاب له ربي وليده اللي عاقه قال له بابا روح خذ بلاصه جدي. فلهذا احنا نقولوا بروا ابائكم والديكم تبروكم اولادكم بروا بولاديكم اولادكم يبروكم. والقصه معروفه اللي وراوها يعني تكلموا عليها كثير من الناس الولد الذي ضرب والده في الشارع ضربه في الشارع فغضبوا الناس حبوا يضربوه قال لهم لا ما تضربوش قال لهم لان هذا الجزاء اللي ارتكبته انا كنت نضرب بابا او جاب لي ربي وليدي يضربني يعني غير ما تضربه ما والو هذا الجزاء تاعي انا نخلص ما تضربوا وليدي ما والو هذا خلاص ربي ويعاقبني
عاقبنا انا وقلت الاب تاعي نضربه، قلت بمعنى انه ولا احترمه، جاب لي ربي وليدي ضربني كيما كنت نضرب ضرب الوالد تاعي، ها وليدي ولا يضربني ما تضربوه ما والو، هذه عقوبه لي انا، انا ربي يخلصني في الدنيا كيما عملت الاب تاعي، جاب لي وليدي اللي يعمل لي انا كيما عملت له. شوف كما تدين تدان، كيما تدير يديرولك. فلذا نسال الله تعالى ان نكون بارين بالوالدين، لان الوالدين هما الجنه تاعنا. نحاول نحافظوا على الوالدين تاعنا ونقول لهم يدعوا لنا دعوه الخير باش ربي يطول في اعمارهم وكذلك يحافظهم، لان الوالدين عزاز في الدار. انسان ما يسيب والديه في الدار يطمئن، وهم في هذه الحاله هم احوج لابنائهم. بالضبط. نعم. هذا علاش ربي قال لك لما الانسان يكبر الوالدين احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أفين. الكبر. نعم. اي في الكبر يعني لان الانسان محتاج. يعني شوف كاين شحال من انسان لما يقول لك انا والدي معليش وقعدت كما نقول كرعر صبرك ما تتحرك ممكن نشوفها برك، كي نجي البيت ونشوفها الدنيا وما فيها، ولكن كي يموتوا يبدا يبكي كما قال يجيب لها يديروا عليها يطعم عليها ثلاث ايام، يقول له اخر واش دير بك انت في حياتها، لا زرتها ولا احترمتها ولا ديتها المستشفى ولا داويتها ولا وكلتها ولا لبستها ولا جيت تشوفها، ما شفتهاش خلاص قطعتها نهائيا. ولما ماتت جيت تبكي عند الناس، يما 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 ما شبعتكش، يما كذا يما جدي. نعم. ما كان والو خلاص راحت. اما دو كيما قال في الدنيا اشتق التمره وفلا وكيما جابوا له عرجون، جاب له عرجون تمره واش يدير به؟ لا فائده منه، لا فائده منه. ربي ان شاء الله يهدينا ويهدي دعوه خير نختم بها هذا. وحنا المخرج يمسك بالدعاء، نسال الله باش سي ابو بكر، سي ابو بكر ربي يحفظه يبارك فيه او معانا، وربي راهو مسكين وصابر حتى هو، نسال صبر واصطبار يعني صبر معانا. ربي ان شاء الله يحفظه ويحفظ الشيخ تاعنا ابو عبد السلام، الله يحفظه ربي يشافيه، والمشاهدين كذلك كل ولا عندهم مريض الله يشافيه له، ولا عنده والديه ربي يحفظهم له، واللي ميتين الله يرحمهم والدينا عشان اللي ماتوا، وحنا يحفظ الجميع، يحفظ كل اهل القناه هذه وكل يعني من يعني ينشطها وكل من يقوم كذلك حاج محمد وحاج محمد عوادي الله ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يحفظه ويبارك فيه حمده وينوره، لان القناه نورت به وربي يحفظ الجميع. آمين.